مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء الأمل، مساء الجمال عليكم في بيت الجمال. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم بيت الجمال. في حياتنا اليومية بنحتاج لبعض الآداب والسلوكيات اللي بتخلي شكلنا أحلى وأرقى، وبتخلي اللي حوالينا يقدروا التعامل معانا ويبقوا مبسوطين إن هما بيتعاملوا معانا. طبعا ده ملخص للإتيكيت. فبما ان حلقتنا النهارده هتتكلم عن حاجه مهمه جدا وشيء مهم جدا هو الاتيكيت والكورونا، فكان لازم يكون معانا اهل الخبره. هيكون معانا خبيره الاتيكيت والبروتوكول منى صلاح. اتشرفت بحضرتك ونورتيني. ميرسي زي حضرتك. زي حضرتك الحمد طبعا لله. الكورونا هي الخطر اللي بيهددنا دلوقتي كلنا، وامر شائك جدا بالفعل. بالظبط. وطبعا كان لازم ان احنا، يعني انا بما ان البرنامج لسه في اول الحلقات، فطبعا حبيت ان حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم الناس تعرفها او تبقى يعني على درايه بيها، وان احنا المفروض ان كل البرامج التلفزيونيه تتكلم عنها او تبقى يعني متوجهه شويه للموضوع ده في التوقيت اللي احنا فيه. تمام. عاوزه حضرتك بقى في البدايه توضح لنا ازاي يعني الاتيكيت والكورونا. طبعا بما ان دلوقتي الخوف والرعب اللي بيهددنا كلنا في التعامل، فاكيد ان طريقه التعامل والستايل بتاع التعامل اختلف شويه وبقى فيه ابديتنج شويه مع الكورونا. فاستاذنك توضح لنا ايه بقى المفروض، ايه اللي يحصل وايه اللي يتم. تمام، حلو قوي. احنا طبعا عارفين ان جائحه الكورونا غيرت حاجات كتير جدا في السلوك الخاص بالاتيكيت. تمام؟ تمام. واحنا عارفين طبعا ان صحة الانسان هي اهم من السلوك واهم من اي حاجة. تمام. احنا عندنا طبعا في سلوكيات كتيرة اتغيرت جدا في مجال الاتيكيت بشكل عام، لكن نتفق ان المبادئ ما بتتغيرش، لكن السلوكيات هي اللي بتتغير. تمام. احنا عندنا هنا طبعا في اتيكيت التعامل بالنسبة لجائحة كورونا، هو طبعا في بروتوكول وفي اتيكيت. تمام. البروتوكول طبعا صعب جدا اختراقه، لكن الاتيكيت يعني ممكن السلوك فيه يتغير. تمام. لو هنتكلم عن جائحه الكورونا فهي ليها قواعد وليها اصول المفروض ان احنا ما ننساهاش او ما نتعداهاش. تمام. 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 اتيكيت الكورونا احنا عندنا هنا المفروض ليها اكتر من شق. تمام. تمام. او ليها بمعنى الاصح محاور كتير. تمام. صح. عندنا هنا اول حاجه في اتيكيت الكورونا ازاي نتعامل مع الجيران. تمام. تمام. بشكل لائق وبشكل لطيف. ازاي نتعامل مع المرضى. صح. ازاي نتعامل، ده وباء ووباء عالمي. تمام. فازاي احنا نحسن التعامل فيه. تمام. تمام. عندنا هنا في محاور كتيره جدا، في غسل الايد، في ارتداء الماسك نفسه. بالزبط. كل دي قواعد واساسيات لازم طبعا اكيد هنتكلم فيها، لان فعلا يعني بشكل عام هو الضوء لازم يكون على الموضوع ده، لانه ده بيخص صحه الانسان. تمام. تمام. وده موضوع هنقول ان هو انساني اجتماعي وطني، يعني بيخص الانسان والمجتمع والوطن. تمام. فلو هنيجي على اتيكيت وقواعد واصول التعامل مع كورونا، اول حاجه لو هنتكلم بشكل عام هنتكلم عن اول حاجه النظافه او النظافه الشخصيه. تمام. وده المفروض كنا بنتكلم عليها قبل طبعا موضوع الكورونا، المفروض. لكن اهتمينا بيها في الوقت الحالي. تمام. عندنا هنا غسل الايد. طبعا غسل الايد ده من اهم القواعد والاصول الخاصه طبعا بالنظافه الشخصيه. تعاليم الاديان اصلا السماويه بتحد على النظافه، يعني فكره النظافه المفروض ان هي تبقى بالنسبه لنا كانت شيء اساسي بعيدا عن كمان الكورونا. بس طبعا الموضوع بقى محتاج ان احنا نبقى على حرص اكتر وعلى درايه اكتر في التوقيت اللي احنا فيه. ده طبعا. بالزبط. اكيد اكيد. فعندنا هنا المفروض ان انا طبعا لما بغسل ايدي المفروض ما بتبقى يعني تبقى مثلا على مدار الوقت. تمام؟, تمام. ان انا دايما اغسل ايدي. وعلى فكره الميه والصابون هنقول ان هي من الحاجات الاساسيه اللي هتبقى اهم كمان من الكحول. تمام. بالظبط. ودي حاجه في يعني هنقول في متوسط الجميع يعني. تمام. وابسط. تمام. حاجه. لكن تمام. لو مش متوفر، حد في سياره، حد في اي مكان خارجي او كده، هيستخدم الكحول. بالزبط. تمام. لكن بستخدم الكحول بطريقه مش على الفاضي والمليان، عشان لو انا مع ناس ما ضايقش الناس اللي حواليا.
بالظبط. تمام. طيب سؤال هنا بقى بيحضرني، انا في مكان وحابه اطلب من حد مثلا، شايفه ان هو بقاله فتره، سواء زمايلي مثلا في العمل او حد ضيف عندي في البيت، ولسه هنتكلم عن الموضوع ده وعن العزومات وازاي نتعامل مع الناس سواء بالقبول او الرفض، بس بتكلم عن بوينت معينه اللي هي انا حد جنبي وعايزه اطلب منه مثلا ارتداء الكمامه او غسل الايدين، هل في طريقه معينه انا ممكن اقولها له ولا ده حقي انا اطلبه عادي ولا ايه؟ هو احنا هنقول في ظل جائحه الكورونا فهو حق ان حضرتك تحافظي على نفسك، بالظبط، وليكي مطلق الحريه، بالظبط، وحق ان انا احافظ على نفسي. لكن ايه هي اصول الكلام، اصول الذوق اللي حضرتك هتطلبي بيها؟ في فرق لما اكون بتكلم مع حد وبطريقه فيها شياكه وفيها ذوق، وفي فرق ان انا اتكلم مع حد بطريقه جارحه. دايما اختار الالفاظ بتاعتي، تمام، اللي ما تجرحش اللي قصادي. تمام. فانا لما اجي اطلب، سي انا مثلا وحضرتك موجودين في مكان، تمام، لو انا لابسه ماسك، تمام، بدي تعليمات لحضرتك ان في حاجه، يعني في وباء، انا لابسه ماسك، اكيد حضرتك لوحدك هتفكري مع نفسك هترتدي الماسك، تمام؟ تمام. لكن لو حضرتك مش لابسه ماسك وحضرتك يعني قلقانه او اي حاجه، بصفه بشكل شيك كده، يعني حضرتك تقولها يعني لو 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 يعني لو الماسك اوريدي متاح ممكن نلبسه، تمام؟ لكن هو اختيار الالفاظ مش اكتر، اختيار الكلام. يعني في فرق مثلا وانا بقول لحد انا اوريدي مثلا اصدقائي وصحابي وقرايب الناس اللي انا واخده عليهم، تمام، هيبقى الموضوع فيه فريندلي شويه، هقدر اقولها لهم بطريقه مثلا اللي هو ايه، يعني اجيبها لهم ازاي مثلا ان انا خايفه عليهم، ما ينفعش ما تمشوا من غير كمامه مثلا، او لازم ترتدوا الماسك، ولا لازم يعني اكون صارمه معاهم اكتر، والناس بقى الغريبه، لا حد انا مثلا في في, في مكان عام اقول له ازاي يرتدي الماسك. حلو قوي. لو احنا كفريندلي واصدقاء وعيله وكده، انا يعني متاح ليا، مش هيبقى اكيد في حدود قوي في الكلام، زي حد، بس في ناس بتبقى سنسنتيف قوي يعني، فاهمه، حساسين جدا، فمجرد ما يعني اذا انت خايفه على نفسك مننا، انت فاهمه، اكيد اكيد، فالحته دي بتبقى برضو مهما كانوا قريبين، في ناس قريبه وبتبقى بتزعل بسرعه وبتاخد موقف، تمام، بس احنا ممكن نجيبها بشكل تاني خالص. يعني سي مثلا ممكن نجيبها بشكل ان انا والله يا جماعه انا يعني عايز يا ريت ترتدوا الماسك بس حفاظا على صحتكم، لان انا حاسه شويه ان انا مش طبيعيه، حاسه شويه بشويه برد داخلين عليا، يعني عارفه بتجيبيها بشكل كده لطيف وشكل جميل، صح، ان انت يعني انت اللي فيه الشيء ده، فانت خايفه عليهم فبتقولوا لهم من فضلكم ارتدوا الكمامه لان انا قلقانه عليكم، حلو، لان انا حاسه درجه الحراره شويه عاليه، في شويه برد شويه، فانا قلقانه وخايفه عليكم، حلو ده، بطريقه لطيفه وطريقه جميله، بالظبط كده. لكن لو وده كمان مع حد، كمان لو حد غريب هتقوله بس بنفس الطريقه، لان فعلا الناس بتاخدها بحساسيه قوي، صح، يعني وممكن حد يرد يعني رد مش لطيف. وبيحضرني يعني بقى سؤال برضو مهم جدا، اتفضل، في الجزئيه دي، تمام، الاحضان بقى والسلامات والتقبيل، فكره ان احنا نرفضهم في مجتمعنا، الموضوع ما كانش سهل جدا، وهقول لك عليا انا شخصيا، لو خدتي بالك اول ما دخلنا انا غصب عني اوتوماتيك لما بحب ابين لحد ان انا فريندلي معاه وان، تمام، انا مبسوطه اني شفته، بالزبط، طبيعي ان على الاقل هسلم، تمام، فكان الموضوع مش سهل وما زال مش سهل على ناس كتير، وبالذات الصحاب والقرايب، وخصوصا ان الناس قعدت فتره كبيره في موضوع العزل ده، فبمجرد ما الدنيا بقت فتحت شويه، لا خلاص احنا شفنا بعض، ف ايه بقى ازاي نقدر نرفضه بطريقه تكون برضو شيك من غير ما نزعل الناس، وازاي برضو مع الناس القريبه ومع الناس اللي احنا ما نعرفهاش. تمام، اوكي. احنا عندنا طبعا، احنا هنقول ان السلام ده اساسا داخل في البروتوكول، تمام، تمام. يعني لو جينا مثلا بالنسبه للبروتوكول من دوله لدوله، هي يعني سي بروتوكول الدوله بيختلف عن بروتوكول دوله ثانيه، تمام، لكن لو هنيجي سي لو في رئيس بيمد ايده بيسلم على رئيس وما سلمش عليه، هنا بتقوم حرب، تمام، هو كده بيعلن الحرب عليه، تمام، لان السلام ده من البروتوكول والبروتوكول صعب اختراقه، لكن السلوكيات زي ما قلنا ممكن يعني نتغاضى عنها شويه، يقع مننا قاعده، يقع مننا بند حاجه، لكن البروتوكول نو يخترقه، تمام؟ فعندنا هنا بالنسبه للسلام، حضرتك جدا جدا تحسي باحراج لو لقيتي حد جاي يقرب عليكي وانتي يعني خلاص، انتي يعني خلاص مش هتقدري تعملي حاجه، فبتضطري انك تسلمي عليه، بالظبط. طب انا في الوقت ده اعمل ايه؟ في مسافه كده اسمها المسافات الشخصيه، بالظبط، تمام، ودي طبعا في قواعد الاتيكيت من قبل جائحه الكورونا،
تمام؟ تمام. ان دايما بتبقى في مسافه كده بحيث ان انا اقول للشخص معلش حضرتك يعني في حدود بيني وبينك، التزم بالزبط. التزم المسافه بتاعتك وانا التزم، وكمان عشان كل شخص يقدر يتحرك بحريه، ما اكونش قصاد الشخص دايركت فبقى يعني المساحه بتاعته مش عارف يتحرك. صح. فدي يعني يعني مساحات الشخصيه من الحاجات المهمه جدا في الاتيكيت، لكن لو هنيجي في جائحه الكورونا فهي خلاص بقت اساسيات. فلما يجي شخص يسلم عليا انا من بعيد، لو انا سيد داخله على العيله عندي او طفر داخله على مين، انا من بعيد بايدي اليمين بحط ايدي اليمين اتجاه القلب وبنحني يعني قدام كده وبقول لهم انا نفسي اسلم عليكم لكن انا قلقانه جدا ان يكون في حاجه وانا اخاف عليكم. وطبعا بطريقه مهم جميله، مهم ان يبقى وشي فيه يعني ابتسامة، البادي لانجوج بتاعتي صح، تبقى بتقول ان انا حضرتك يعني قلتي حاجه مهمه جدا، ما ينفعش كده اكون جاي من بعيد ومكشر يعني لا، لازم صح. البادي لانجوج مع الكلام بيدي يعني بيدي كده انعكاس جميل جدا. بالزبط. لما نيجي كمان بس اهم حاجه ما اكونش انا الشخص راح عليه هو جاي عليا وانا المسافه اللي بيني وبينه مسافه صغيره، مش يعني مش هنلحق ان احنا نحط حتى ايدنا هنا هنلاقيه بياخدنا بالحضن والكوبولات. وانا مبدئيا يعني مش من يعني مش مع الـ 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 الاحضان والكوبولات، اصل هي يعني علاقه بتبقى يعني حميمه جدا، ان مين الشخص اللي انا هسلم عليه قوي وهبوسه ونفسي في نفس بتبقى شويه يعني بره مش موجود. بالزبط. يعني في اندونيسيا زي ما قلت لحضرتك قبل الهوا ان ما عندهمش حاجه اسمها سلام بالايد في البروتوكول حتى الخاص بالدوله، ما عندهمش حتى حاجه اسمها سلام بالايد والكوبلات، هم بيعملوا كده بس خلاص. اهم حاجه وحضرتك بتسلمي على الناس اهم حاجه تبيني قد ايه الحب في نبرة الصوت نفسها، الرياكشن بتاع الوش، الكونتاكس الخاصة بالعين. بالزبط. فلازم يكون في مسافة قبل أي حاجة، يكون في مسافة. طب لو شخص اتفاجئتي أنه حضرك فجأة مرة واحدة، طبعا ما يعني مش من الاتيكيت طبعا حضرتك تقول له لأنه يبعد حضرتك، ما ينفعش كده، أحرجتيه جدا، ممكن يكون هو داخل على حضرتك بكل حب كده وتفاؤل وحضرتك تحرجيه. بالزبط. لكن يعني بنعقم بقى واللبس يتغير والحاجات دي كلها. تمام. يعني اهم حاجه اهم حاجه بس ازاي نتصرف في المواقف اللي زي دي، ازاي ما نحرجش الناس. في بقى عندنا الاطفال وكبار السن، دول الموضوع بيبقى صعب جدا جدا، لان طبعا احنا مش هنخاف على حد قد ولادنا، اكيد طبعا، وبرده هنخاف على امهاتنا وابائنا الكبار في السن، لان عارفين ان مناعتهم بتكون ضعيفه وان هم بيبقوا عرضه اكتر مننا كلنا، أكيد. للاصابه باي فيروس او اي مرض طبعا. طيب ازاي انا بقى يعني انا مش هقولك بقى اعمل ايه لو حد اتعامل معاهم، بس ازاي انا اعلم اطفالي ان هم يحاولوا ان يبقوا ستاي اواي بعيد عن يعني يتصرفوا ازاي باتيكيت من غير برضو، لان انا واحده كبيره لو راح اسلم على طفل انا ببقى مبسوطه اني شفته فعايز اخده في حضني وبوسه يا قلبي ومش عارف ايه، فازاي انا اعلم برضو الطفل ان هو يعني يبقى ما يعني يحط المسافه او ياخد الرياكشن بس برضو بطريقه حلوه وباتيكيت بالظبط من غير ما يحرج اللي قدامه، لان اكيد انا واحده كبيره لو اتعامل معايا كده ايه ده هيبقى الموضوع مش حلو. اكيد. طب احنا عندنا في القواعد الاساسيه الخاصه بالاتيكيت ان ما ينفعش خالص ان الاطفال حد يسلم عليهم او الناس اللي هم كبار السن. ليه؟ اصلا لان زي أساسا في قواعد الاتيكيت. ليه؟ لان احنا عارفين ان الطفل بيبقى مناعته ضعيفه. بالظبط. الناس الكبار السن او المسنين بتبقى مناعتهم ضعيفه، ممكن انا اشيل بعيد خالص عن موضوع جائحه كورونا، ممكن انا يكون عندي برد واسلم على سي والدي او والدتي او طفل صغير وانقله. بالظبط. احنا دايما بنقول هنا نخاف على صحه بعض، يعني الاهم من السلوك اللي حضرتك هتتعاملي بيه مع الشخص اللي قصادك، الاهم ان انا اخاف على صحه حضرتك. تمام. صح. فانا بعود الطفل بتاعي زي مثلا في جائحه كورونا، انا زي انا قاعده وطفلي معايا وفي حد جاي من بعيد، انا حاسه ان الحد ده هيجي اكيد هيبوس طفلي، وانا طبعا حقي ان انا اخاف على ابني او بنتي يعني، فبمسك ايده من بعيد كده وبشاور، اهم حاجه من بعيد اختيار يعني اختيار الوقت الخاص بس بالمسافه،
ما ينفعش يكون هو خلاص بيقرب مني والمسافة حاجة بسيطة لا تتعدى حاجة بسيطة وأنا أعمل كده أو لا، لازم وهو جاي من على بعد بمسك إيد الطفلة أو إيد البيبي وأقول له هاي، نقول هاي لطنط أو هاي لأنكل، عشان إحنا عارفين إن مفيش سلام دلوقتي، عشان أكيد لازم كلنا نخاف على بعض. تمام. برضو بطريقة شيك وطريقة لطيفة. تمام. إحنا بقى الناس الكبيرة في السن، إحنا طبعا عارفين إن زمان إن إحنا كنا زمان إن إحنا كنا بنمسك إيد الناس الكبيرة ونقبل نبوس. آه بالظبط. دلوقتي ما عادش بيحصل. تمام. دلوقتي هنسلم ونبوس ونحضن، يا مش هنسلم خالص. صح. طب أنا إيه المشكلة إن أنا من يعني إحنا دلوقتي يعني قبل جائحة الكورونا إن إحنا حتى نمسك الإيد نقبلها. تقبل الايد ده من الشيء اللي فيه اصول، حتى اصول. تمام. حتى للتربيه نفسها. بس هل حاليا ده برضو متاح يعني، ولا انا شايفاه برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى مضره؟ حاليا ده مش متاح حاليا. انا قلت لحضرتك السلام من بعيد ويبقى هنا بالظبط ايدي على بالزبط. اهم حاجه الايد على اتجاه القلب، لان دي المنطقه اللي بتعبر عن الود شويه، الود والحب. دي المنطقه اللي بتبقى معبره قوي، ان انا اعمل كده وبكل حب وبقدم كل التحيه بكل حب. تمام. بس فهي الامور كلها يعني اهم حاجه نختار بس، وكمان انا لازم اعلم طفلي المسافه بينه وبين من اي الحاجات حد. اللي ممكن اشجع بيها الاطفال مثلا ان انا اجيب له ماسكات مثلا عليها اشكال كرتونيه او حاجه، بحيث ان هو يبقى حابب الموضوع، لان الاطفال طبعا بتشدها الحاجات دي. تمام. فصح كده ان انا ممكن اجيب حاجه زي كده، وبحيث ان يبقى اللي قدامه عارف ان انا يعني عامله له برده مسافه، ان هو مش هيتعامل معاك برده يعني انا بشوف ان مثلا انا لما بقابل حد ولابس ماسك على طول باخد حدود يعني، حتى لو انت لو اللي قدامي ناسي انا لا بفتكر مجرد ما اشوف الماسك. لا خلاص. تمام. تمام كده. طيب يعني انا عندي هنا اهم حاجه ازاي احافظ على الطفل، يعني انا ما يهمنيش هو لابس، احنا بنشجعه بس اهم حاجه اختيار الماسك اللي حتى ما يضرش طفلي. تمام. واحنا عارفين طبعا ان الماسكس بقت كتير قوي في الماتيريال كتير فعلا وانواع كتير. يعني صح. انا شخصيا انا كاميرنا انا بحب جدا الماسك بتاعي ان انا اجيبه من الصيدليه، يبقى حاجه سيف حاجه امان. تمام. فانا بحب كده، احب لما البس طفلي حاجه لازم تكون امان قبل اي مهمة حاجه. مهمه جدا المعلومه دي فعلا. بالزبط. يا جماعه والله في حقيقه بالظبط، ان احنا مش اي مكان نلاقيه بيبيع ماسكات خلاص نتوجه ليه ونشتري. لان ممكن تكون الحاجه مش امنه ومش سيف، وبدل ما تأدي بالدور بتاعها تبقى تعمل سايد افكت مش حلو وتنقل لنا عدوى او اي حاجه. بالظبط. يعني انا بشوف يعني عفوا الناس في التاكسي بتوزع الماسكات، بتباع في الباصز، بتعمل كده. بالزبط. طب ما انا ما اعرفش الكمامه دي مصدرها ايه، انا ما اعرفش. طب ما انا يعني اجيب حاجه تكون امان اكتر ليها، تحميني. صح بالظبط. يحضرني بقى سؤال مهم جدا وهو المواصلات العامه، وازاي اقدر اتعامل فيها بامان وفي نفس الوقت ابقى بتعامل باتيكيت، اللي هو برضو ما يعني ما بقاش فالجر، لان في ناس من كتر ما بتبقى خايفه بتبقى يعني بتتعامل باسلوب طف شويه. تمام. احنا عندنا هنا طبعا دلوقتي بقينا لما سي في المواصلات العامه، لو هنتكلم على بالاخص اللي هو فتحان الباب وقفلان والحاجات دي. بالظبط. تمام. انا مش معقوله يعني همشي بالكحول افضل ارش الابواب وارش الكراسي والحاجات دي. تمام. انا بيبقى معايا تيشو بيبر، يبقى لازم دايما في ايدي متواجد. تمام. او سي لابسه الجلافز. تمام. مع ان انا ما بفضلش ابدا موضوع الجلافز، انا بفضل ايدي ان هي تتغسل وتتعقم باستمرار. بالزبط. تمام. فمعايا تيشو بيبر بفتح بيه سي لو انا بركب تاكسي بفتح بيه التاكسي وبعوده، بفضل معايا لحد حتى الاكرة اللي جوه لو انا عايزه انزل ازاز ارفعه اي حاجه برضو بالتشو. انا حميت نفسي وما ضايقتش حد، ما ضايقتش اي حد في الطريق. بالظبط. زي مثلا في الباص بنشوف ان هم بيبقوا راكبين واللي منزل الماسك والقعد ممكن يستخدم عادات غلط، يعني بتبقى عادات حاجات كتير. فانا بشوف ان اهم حاجه لازم احافظ على اللي قصادي. تمام. ارتدي الماسك بتاعي. تمام. ما كنش قاعده لازقه في اللي جنبي، لازم يعني اسيب مسافه بيني وبينه. تمام. هي كلها بحطات مش اكتر يعني. بالظبط. الحاجات اللي هي الخاصه بقى بشوف ناس بيبقوا احيانا كده يستخدموا التدخين والحاجات دي في المواصلات والحاجات دي، ما مش طبعا ده بعيدا اصلا عن الكورونا، هو بره الاتيكيت خالص خالص. بالزبط. مش اتيكيت يعني خالص، انا كده بضايق اللي جنبي. يعني احنا دايما بنقول في الاتيكيت المراه العاكسه،
دايما حط نفسك قصاد الشخص ده، لما تتضايق يبقى انت خلاص كده مش هتضايقه اكيد يعني. صح بالظبط. طيب بس. انا في مكان زي مثلا في الشغل، طبعا انا ساعات العمل ممكن تبقى طويله، طب انا حبيت انزل الكمامه لفتره ما عشان انا تعبت، ايه الصح اللي انا اعمله برضو بدون ما اذي نفسي او اذي حد، وببقى بتصرف باتيكيت؟ تمام. طيب احنا عندنا هنا في العمل بتبقى فيه، هم اكيد في العمل بيحطوا قواعد طبعا ان ممنوع ده اكيد، ده لو ما فيش هيزود ايه عشان بالظبط بالظبط. فاحنا عندنا هنا في العمل يا عم حاجه، العمل ده في جائحه الكورونا احنا محتاجين نتكلم فيه شويه. تمام اتفضلي. انا عندي في العمل عارفه ان طبعا بيبقوا فريندلي جدا وندخل زي ما قلنا بنسلم ومشاعر والحاجات دي، بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في البيت، فبيبقى الموضوع صعب. بالظبط. انا اول لما بدخل العمل لازم الاول استخدم الحاجه الخاصه بي انا، تمام، حفاظا على نفسي وحفاظا على زمايلي في العمل. تمام. انا بدخل ليا مكتب، بعقم المكتب بتاعي، بعقم الادوات بتاعتي، بكون قاعده على المكتب بتاعي ملتزم، مش لازم اروح لزميلتي ويكونوا جروب قاعدين وانا ونقعد كلنا نتجمع مع بعض في ظل الظروف دي، مش كويس. بالضبط. مش كويس خالص. انا ممكن اكون قاعده على مكتبي وحضرتك قاعده على مكتبك وفي بينا مسافه ونتكلم. تمام. ويعني ارتداء الماسك في العمل يعني هو مهم جدا، بتحمي نفسك وبتحمي غيرك. تمام. طيب لو هنيجي هننزل الماسك في زي مثلا في قاعه مغلقه، مش هيبقى مش لطيف، تمام، او مش من الاتيكيت يعني. تمام. انا لازم لو انا عايزه ارتاح شويه وانزل ماسك، ممكن اخرج بره الغرفه انزل الماسك شويه واستنشق الهواء اللي انا عايزه استنشقه في مكان مفتوح. مكان صح مفتوح كده. تمام. وبعدين ارجع البس الماسك وادخل جوه. واهم حاجه بقى استخدام الماسك، ما ينفعش يا جماعه، انا في بلاقي احيانا ان اللي قالع الماسك بتاعه حطه على المكتب، او طبعا. حطه مثلا جنب زميله او الفيشل. ما ينفعش، انا الماسك بتاعي ده حاجه خاصه بيا انا. بالظبط. ما ينفعش حتى انه يكون محطوط هنا او هنا، لازم ده ما دام انا لابساه يبقى لازم افضل لابساه، هشيله يبقى هتفضل في خارج المكان اللي انا فيه في مكان مفتوح وارفعه. تمام. هشيله بقى خالص، انا لازم اكون ماشيه كده ومعايا شنطه او كيس يعني محطوط في البيت بتاعتي. تمام. اول لما انا خلاص خلصت العمل بتاعي وماشيه في الطريق، ما شيلش الماسك بقى اروح خلاص خلص الغرض واروح، لا، انا بشيله بحطه في الكيس وبقفله وعند اقرب مكان خاص بالحاجات دي واروح. مهم جدا والله الموضوع ده، ان فعلا الواحد بيشوف حاجات يعني صعبه قوي في الجزئيه دي. بالظبط. الوقتنا بدا يقل خالص، فعاوزه اخد من حضرتك برضو تعليق على الدفن والاتيكيت، وطبعا يعني هنقول ربنا يرحم كل الموتى ويا رب يزيح عننا البلاء دوت، لان طبعا يعني الموضوع صعب وكلنا خايفين، وفي ناس كتير راح لها ناس عزيزه عليها، ربنا يرحم كل الموتى يا رب. طيب وفي بدايه الموضوع وفي بدايه الجائحه حصل ان في من كتر رعب الناس ان في ناس رفضت ان دفن بعض الموتى اللي كان مشتبه او اللي بالفعل معروف ان هم كانوا متوفيين بالفيروس، فهل ده يعني اكيد الموضوع يعني الفكره ان هل خوفهم ده يديهم الحق ان هم يعملوا حاجه زي كده، ولا ده فعلا برضو بره الاتيكيت خالص؟ لا، احنا بقى هنسيب الاتيكيت على جنب وهنتكلم في الناحيه الانسانيه. بالظبط. تمام. بالظبط. الناحيه الانسانيه عندنا هنا ده طبعا ضد الانسانيه البشريه خالص. بالظبط. خالص. ده دلوقتي حد توفى لا يجوز عليه الا الرحمه والدفنه. تمام. صح. انا يا جماعه اخد كل الاحتياطات بتاعتي، احتاط والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما ينفعش خالص اللي احنا شفناه طبعا في الموجه الاولى ويا رب ما نشوفوش تاني، ان انا الاقي حد بيتعارض مع دفن الموتى. ما ينفعش خالص ده يعني ما ينفعش، ده ضد الانسانيه يعني. صح. لازم خلاص انا دلوقتي في دلوقتي سي حد توفى جه دلوقتي البلد عايز يندفن، طب انا ليه اعارض؟ ليه اللي ربنا كاتبه؟ احط نفسي انا في يوم من الايام هبقى بالزبط. احط نفسي مكان المتوفي ده على طول. بالزبط. هل انا ارضى الوضع بالزبط. ده او لاهل المتوفي يرضوا الوضع ده؟ ما ينفعش. بالزبط. لو حصل ان ده انا باخد الاحتياطات بتاعتي، البس الماسك بتاعي، معايا التعقيم، وكمان ان قدرت اروح احضر الجنازه واسيب مسافه بيني وبين الناس والعزاء من اعزي من بعيد لبعيد والحاجات دي كلها حاجات انسانيه
والمفروض الإنسانية للأسف ما تتعرضش أبدا للأسف للأسف وقتنا خلص. تمام. طبعا الكلام مع حضرتك كان شيق جدا واستفدنا كتير، واعتقد الساده المشاهدين استفادوا كتير، وان شاء الله هيكون لنا لقاء تاني مع استاذه ميرنا صلاح، لان الاتيكيت ده يعني باب كبير جدا وهنحتاج نتكلم فيه اكتر. متشكره جدا لحضرتك يا استاذه ميرنا ونورتيني، وسعيده جدا باني كنت معاكي. انا اسعد لحضرتك، ميرسي. والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامج بيت الجمال.